يا وجوه الخير، صبحكم الله بالخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم اخوان. قبل أن نبلش الفيديو، ما اعرف عين ما صلت على النبي، ما ادري شنو السالفه. الطيور نفست جاي يصير عندي خسائر بالجمله، يعني نحمد الله ونشكر. الخسائر هاي هي مو امراض بس سبحان الله بالانتاج، ما اعرف شنو جاي يصير. فالمهم ما احرق عليكم اخوان الفيديو، بس حاب اشكركم على الفيديو السابق، التعليقات مالت الفيديو السابق، الناس تعرفنا حق المعرفه. يعني انا على طبيعتي بالله الكريم ما اتصنع ولا وهيت، ما اريد نطولها وصير دراما ونحكي على فلان وعلان، بس شيء بسيط حبيت اوضحه بالفيديو السابق ووضحته وانتهى الموضوع، حتى لا ارد على هذا ولا ارد على ذاك، لان اكو كلمات بها بزة ومقصودة من الناس المقصودين. فخلونا نتجاوز هذا الشيء وبعد لا نطرق لهم ولا نجيبهم بالكلام حتى لو ذكرونا شخصيا، لأن الحمد لله وشكر الله متفضل علينا، ما نحتاج أي شخص ما دام الله منطينا النعمة والعافية وأنتم موجودين. إن شاء الله ما تخلونا نحتاج أي شخص. فاشتركوا فعل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ما بقى لنا شيء 10K، وتفضلوا الفيديو إن شاء الله تونسون بي. نبلش هذا الفيديو من الوجبة المسائية أخوان. ما شاء الله الجو صافي هذين 3 أيام. الوجبة المسائية اليوم طازج بدون ما اطبخه، شوندر وشلغم وبوتيته وتفاح. ما اخوان قلبته وراح اقدمه الهين بدون اي اضافات. طبعا هاي الخلطات هسه الخضروات والفواكه ما اقدمها باستمرارية، بجوز بالاسبوعين اقدمها مرة. اوكي اخواني، الجو بارد بس هي ضرورية، هسه اقدمها لكل الطيور. نزلوا هذول الجماعة، وبالنسبة لكنارياتهم بديع وبدعة اخوان. بديع راح نسمي ابن ربيع، فيصير بديع ابو ربيع. قلوا لنا اذا ما عاجبكم الغيره، بس انا بالنسبة لي احسه حلو ربيع. شنو رأيكم، ربيع ولا مو ربيع؟ هاي الخلطة صار لما مقدمة لهم 6 أشهر تقريبا. هواي سوالف اخوان، تحضرني وما تحضرني فقدم لهم. بس هم دام عندهم فراخ الاخضر واليابس يلفون لف، فنازل بعدهم ما نازلين ما يدرون كالعادة، اخر من يعلم. الساعة 12 اخوان، رجعت من الشغل وهسه قد اشوف فراخ سمانة بنفس الوقت، الزم هاي النثية رجعها والفح الهاف. بسم الله، ابو الطيور راح تجفل جفلة. بس كل ما تروح تايه فراخ سمانة، انا احصل هسه. جيد، لا ما تنكل، خلنا ندورها ولزتها. خبصت خبصت، ما اقول لكم اخوان الطيور خبصت خبص. بس شوفوا هذول اللواتة ثلاثتهم بالبياضة، وهذول اثنين هم بالبياضة، بس هذول مقيرين مخفتين قاعدين هنا. هاي النثية ضفتها وخلص بعد ما زعج الطيور، بس راح اشغل لهم الضوء تقريبا ربع ساعة حد ما كل من يروح المكان كان مستقر به، لان خبصة الطيور خبص. صبحونا على خير. صبحكم الله بالخير، والساعة بالتسعة وبوعوا الجو جد صافي حلو ما شاء الله، وهذول خبصوا. هلا تعال 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 تعال. اليوم الوجبة تمن وعدس وبيض. اول ما ننظر على السمان اخوان، بسم الله ما شاء الله الامور طيبة، حاضنة فريخاتها والماء يمها من بس ما نبدله لازم نبدلها سوا هسه اعطيها اكل اداري. اي عافية عافية. من ارتب هاي اردى انظف الاكل ما ادري شنو، والقاكم مفاجأة الموش حلوة. يا ويلو ويلا ليش؟ طبعا هاي بعدين منقر بيه، هذا الفحل منقر بيه، بس هو الظاهر ميت وشامرات امهاته. فخلنا خلنا جول على الاحشاش قبل لا اكمل ايش. نشوف يا المفقيس، نبلش من هذي يا المفقس وشمرهن. بسم الله ياي، هاي بين ليش هيج؟ اطلع 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 اطلع، طلعت روحك اطلع. بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا ما طلعت روحك، هذي بس هاي البيضة خطية مشمورة هنا، المفروض تعبة يا اخي، هيثم تعبة. هذا ما مشهور من شيء، الحمد لله يعني فقس ذني أول بيضتين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العش الثاني المفروض اللي فقس
هذا لأنه ما قبله. فك واحد هنا حبيبي، ماك واحد هنا. بسم الله. لا أقول أنت مش عمري. أي والله. للأسف للأسف هذا العيش. إيه ده بالعب الحبار. للأسف هذا العيش بس هاي البيضة. شوف هاي البيضة، خذ شوفها على الفلاش فارغة. أي هم هم للأسف وأسفة. كانوا ثلاث بيضات مشمورين شلع قلع، لذلك هذا العيش يتفلش. يا أخي ما أعرف شنو السبب، هاي النفية يعني تاجها حلو فوان. تاجها حلو هي هسه هاي فرق الهاف إلها. عفوان مشكلها ما أقدر أنشر العيش. ياخذوني بيضة بس ثلاث بيضات، زرقت ياها وحدها سما. عفوان مودياتي وهذا فرق الهاف مكتول ومشمور. اوف للاسف والله حرامات. يلا اشفع في الحاشا السما. خلنا نطلع. خلينا نكمل الجولة مالتنا. هذا العش وهذا العش ما دام من وراي. شوف شوف الله قهر الاخوان باعوا هسه هذا هاف اورنج ما ادري ايش يطلع ما ادري بلاك بريست. المهم بس هو مستوى حلو حجي من الطيارة. شوفوا بامتداد والله ما اعرف ايش يطلع عنده. سوى على الاغلب هاف اورنج يعني هذا منهم حرامات. انا متامل يطلع من عندهم شيء جديد. المهم ما دام مفقس هذا وراي فاكيد دول مفقسين. بسم الله حجي ممكن تطلع. السلام عليكم. عفتي في ما في هو راقبين رقم عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اكو تفقيس ولله الحمد. يعني هذول هم مفقسين هم هذول سوا. بسم الله صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. نعمتك رب. الحمد لله وشكرا. مشكور الله يديمهم منه. لأن بصراحة تعبت هواي هواي قدمت خسائر. لا هذا ياخذ لك العش. يا أخي لا تصير نغبياء. راح أشيل هذا العش كله أصلا ما أجلنا هنا. كل العش هنا أنا شكو. ما تقول لي شكو هنا. شيله بعد شوي شيله. هاي فرق مالنا شنو؟ وين صار بيلوك؟ هذا فنشر قاعد ساكت. هاي النت يا اخوان بيضة قلت لكم هذا ما قلت لكم الفيديو السابق. اعتقد اقدر افحص البيضة يمكن صار ثلاث ايام. بسم الله. هذا شاد. هاي لا طيحت ينكسر لان انا مليت هاي السالفة. هاي ما شادة مدري بعد ما لاحق الله اعلم ليش بيها شرايين وترتيبات. انتم المشجر شنو الوضع اخذتوا هاي؟ طبعا اخوان على ذكر المشجر حيدر اللي اشترى الطيور من عند احمد قال لي يبقى يمك الا تاخذ منه البطن. يلا جزاه الله خير جزاء. قالك منتظرني انت جنبك. الله ما شاء الله بيضة هي. يا الله يا الله راح اخليها لبادة بس بيض مرة ثانية اخليها لبادة الخاصة بهن. اضربها هنا بسمار او برقي. هنا شوفوا هاي لازم تتحرك اخوان ما ارتاح بيها. لازم احركها. عندي هسه حاليا كم سلة الوراي وهاي اثنين او ذيك ثلاثة ما مستغلاتهم وقاضياتها عرك. شوف هسه راحت هناك ذيك بالبداية خلينا نشوف هاي ما فقسها صار لها هواي. بسم الله بعد ما فقسه وما فحص البيضة. انا خلي اشوف نزال الهواء هي. بسم الله مرخص الشاي. لا هاي بيها هاي هاي بيها فرح.
الثاني شنو ضحك؟ وهاي كذلك بيها فرق. سادات اثنين وبعدين تقريبا اسبوع يلا طلعنا اعتقد. نا هاي سلة شوفونا اخذاتها ما بيض مبل. بسم الله اللهم صلي على محمد وآل محمد. هاي اعتقد بيضة امس ناظر يا جاي لفون اعتقد هاي البيض الفراخ ما سوى قهر وربي. هذا الفراخ حجم اخوان مبين حجم مبين اللي عنده خبرة يعرف طير حجم يطلع. نحمد الله نشكره. طبعا هاي جولة على بعض الاعشاش مو كلها البن خانات. يلا خليني على غير يوم ومو كلها نطقطقين. شنو رايكم صح لو لا؟ خلي اخذ هاي برا هسه اخوان. هاي ثلاثة ارباعها بس غلف يعني بس كشور مال دخن. اخذها برا انا انكتها وارجعها. يا بالاكل مو طبيعي اخوان ياكل لان اكل صار ما جاي لحق عليه اصلا يعني. بسم الله ما شاء الله. شوف الفراولة والفراشة ذني حتى ناسي هنا الله شاهد. هذول شو وصلوا ما شفت هالعشة شو وصلوا بالبيض. يلا بكت الله يكملون ويانا يعني. ولك انت زق زق عمر لي شوف تاجك زق. يلا خلينا نشتغل بدل ماي هين. بعد ما لوزت لهن العلف لازم الوز لهن الماي. فخلونا نعطيهن ماي كلش اخذي راحتك مو يمش ابد كلش اخذ راحتك. وذكروني حتى لا انسى هاي السلة جيبها خليها هنا والسلة ذيك اللي هناك ما ماخذينها جيبها وانا خليها هنا على الباب. يا الربع شنو رايكم نزرق البيض مال المشجر وبكت حصل منه عش ثاني؟ شنو رايكم نشيل هذا البيض نخليه جوا هاي؟ فانتم قلوا لي انطوني رايكم. راح انتظر ما زركني لا انت قلوا لي. اذا قلتوا لي زركني زركني. فاذا ما قلتوا لي لا زرق لا زرق. وبالخصوص صاحب الفخ الملك المشجر حيدر. حصلت هذين الاغصان بناء على طلبكم ورغبتكم راح ارتبهن بالمحمية نشوف تنجح لو ما تنجح. طيور الحوب ذني المفقسات خان. وهذا زغيخ ميت يعني خمس بيضات شهادات انا بالاصل قلت ما شهادات فهذا صاير جوان خطية وميت. المفروض اتابع وانقلهن اسحبهن لحد ما ازق الفرخ. هذا كله حكي اخوان بعد هو ما مقسوم لك انتهى الموضوع. زين شفته حتى اشيل من عندهن حتى لا تصير ريحة عليهن. الحمد لله وشكر. شوف ما يتجوع مو ما مزقوق. العفو العفو طال اخوان. يلا ان شاء الله يكبرون هذول الاربعة. سحبت القفص كله. يلا قدرت اصور لكم اخوان. يلا قدرت اطلع البياضة. كل القفص رجعته هيج. خلنا نرجعه لين بارد عليهم خطية. صباحكم الله بالخير الغوالي. اليوم جو صيفي. شوفوا هاي الشجرة صار بيها البارحة بالليل. جيت هنا ولقاكم عتوي تقول دب القطب اخوان. هنا متربص للطيور ويسحب السيم يسحب السيم. وانا عندي توثية من هاي المرتبة حجي ما عدت وحدة خلت تايه موالدة طاع الشجرة وكسرها. المهم ثنيت عليه بالثانية هلا انا اخذته صار شلون فاني له هاي وصله. قلت هذا مات شمرته هناك ورا ربع ساعة جيت لقيته يتحرك رفسته وشرد. بس بالبداية صدق ضمير موتني قهرت قهر عبالي مات. الحمد لله من ما مات بكت صرنا درس بعد ما يرجع وين فلطين وريوق. قضنا الليل امس وما كملت لكم تصوير وما قدرت اصور يعني نفس الوقت. هاي اخوان سويت نجاة من الطيور شوفوا بهذا الغصن الكبير اللي سويته. مديت خشب هيك وهذا مجتم هذا مجتم هذه يمهم واحد. بعد شنو سويت هذا الدرج شوفوا الفوق. هذا الدرج سويته لين شفت الطيور اخوان شمس بالظهرية مو كلش توصل لهم والعصرية يعني مو الظهرية فيتشمسون هيك. ومن خليته هذا العتو البارح انا لقيته قاعد. بس بصراحة العتو هذا يمكن بعد بحياته ما يجي هنا. كبير كبير خرب يومه. هذا خليته هنا الكوكتيل وهذا خليته هنا الفراخ درج. سويت هذا الدرج وهذا الدرج. لقيت حنطة هاي شوفوا العصر يطين. شو جيت هذول فرجوا وحسن لقيتهم اثنينهم برا. شوفوا شوفوا
طبعا اشوفهم كل ساعة تشحت من البياضة على طول يعني من اول ما قدا ولحد الان. بس شنو السبب طالعين برا مفقسين شنو الوضع؟ بسم الله. انا حتى نسيت الحساب شنو وين بيض؟ ها هذا بيض. يا 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 لا 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 كاسرين بيضة. يا يا بي اوه حرامات والله كاسرين بيضة من بيضات. ميت اكيد هذا. اوه البيض بارد هجرة والبيض ضيفة. لا يا الله ترجع تقف نرجحهم. ليش هسه هذا الاجراء؟ ليش؟ ميت ولا حركة بي. يا والله ضجت هرب اني فرخ ميت وعدل بعد بي دم حسه ما بيش. هسه هاي بيضة كسرتوا طالعين ليش طالعين؟ اكيد ما شو كل شيء عندهم اكيد ما يا ابو حسن روح للبيضه ايش روحي والله ما ادري. شوفوا البيضه اخوان بيها شعيرات دمويه وهاي بس اين التاج ما جاي اشوف. زين ساي شو اسوي ما اريد افتحها خاف يطلع بيها فرخ عايش وموته يصير بذمتي والله حير والله حير عبده. وهم ذولا بعد ما اعتقد يمكن ما راح يحضنون على البيض بعد. يا الله بكت الله عرب اني ما ادري طالعين يسوي هاي البيضة يمكن شو اسوي له هسه انا والله ضايج عليه. اخوان دفيت بيدي وهسه رجع للنبض ستوني شفته رجع للنبض. يا ابوي يا رب شو اسوي والله مصيبة يا الله شو اسوي بهاي الحالة. ها جرات البيض بسببه هسه رجع الفحل والنثية بعدها ما مأمنة حتى البيض لقيته بارد بسبب هاي البيض المكسورة هجران البيض شو اسوي قلوا له هسه رجع خاف يموتن يعني ترجع تهجر وتروح. يا ربي والله بلوى رجع النبض بيطير من دفيته بيدي فراح اصمغ هذه الفتحة سدها واحاول اخليه دائما يم الهيتر اقربه واقلب بالبيضة بعد ثلاثة ايام هو يفقس اذا الله راد. نشوف نحاول اياه باللي نقدر عليه. هسه هي بعدها ما مأمنة هن دخلن بس بعدها ما مأمنة اخوان لان ما اعرف شنو السبب هجرة البيض لقيته مثلج بسبب هاي البيضة المكسورة. شنو السبب ما اعرف بس هي دائما اشوفها تشحت بالفحل تنقرا وتطلع يصيح من البيضة. هسه الفحل هو رقد وهي قاضى الباب. يلا راح نحاول يا هذا والله كريم. اوه طير طلع من الدم. لا يا الله هاي تشدف اخوان تشدف بيدي راح اسدها احاول وهاي العلبة الفها بالقطن واخليه دائما هنا انا دافون قلب بيه بين فترة وفترة. اخوان صار بهذا الشكل شوفوا سديت علي المنفذ فبعد بس ادفيه بهاي اللي قلت لكم وهسه قطن اجيب واسدها وارجع الفها واخليها دائما قريبة وكل 10 دقائق ان شاء الله نحاول نفرفرها انا وام الجهال. اخوان الفكرة شنو هاي راح تبقى ثابتة كلش فاهمين شلون شوفوا البيضة هاي وهاي راح تجي فوقها وبعدين الفها لفها مضبوطة من برا اوكي يعني يدخل الهواء مو يدخل بس شي بسيط كلش. باردة وين باردة اليوم جو حار شايفين اخوان البيضة ما حركها بعدين راح نحرك هاي هيج نقلبها وهيج وهاي يعني نحاكي تحريك مات الاماي
حتى اكون وياكم واضح ومنصف اخوان. الطيرة يا حسني صار هذا الحادث كله بسبب النشارة. الطيرة ما تحب نشارة. هاي شوف النشارة ذبها كلها باعوا. هاي مرتين حطيت النشارة تطلعها برا. ذبها هنا البياضة لو هنا باعوا ما تقف الا بدون نشارة. فخل احاول اذب النشارة بلكة الله ترجع لهن. ما ردعت والله البيضات هجرتن الظهر. الله كريم خل اذب النشارة. عم هاي النشارة ذبت لك اياها او تبي التوبة نصوحة بعد. زين يعني ضرقناها. ها هذا الفحل ماله هذا فرج. اقول كل ساعة شحتة ثاري ضرق هنا الخايس. مثلجات هذني والله يمكن خسرنا هذا الاشي يا ولد. خلونا مصدعات البيضات البقية. صدق خلي تقف عليهن خايف على التصديع. فرج خبيث مليان خباثة. ولك فرج ايش مالك خايف؟ جيرب قصتك بعد 3 ايام تفقس. غوالي من اصل 3 بيضات قلت لكم بيضتين شاكبين خربانات. بس دفيتهن وحدة رجع بيها النبض وشرايينها رجعت انفتحت سبحان الله. وهاي لا خربانة اخوان منتهية. فهاي راح ارجعها يمهن. بركة الله يحنن ويرجعني حظنن. بس يعني ولو متأكد ما راح يرجعن. لان نفرن البيض البيضات لقيتن ثلج ثلج. يعني من العصر للساعة 12 ما جايات. سبحان الله من العصر للساعة 12 او من المغرب ل 12 بالليل البيض ما ميت. لقيتن على اخر روح. فاخوان هاي الفقاسة مالتنا بيها حاليا 3 بيضات. وان شاء الله النتائج اشوفكم اياها اول باول. اذا تشوفون هاي الطاقات البسيطة هاي زرفتها حتى شني لا البيض يعني يختنق. فاهمين شلون؟ واحنا نقلب بيها متروس اقطن هي ونقلب بيها هيك وهيك. هسه خلنا نرجع لنا بلكة الله ترجع تقف عليهن. خلنا ندثر هذا بالقطن هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صباح الخير شباب. من الشباك من هناك شفت انه الفرج داخل البيابة. يا الله وحسنا يمكن هسه دخلتهم. يا رب ان شاء الله رجعوا. في البيضات اخوان انا محافظ عليهم دافيات. وهسه حتى هذا دافي كلش. وبعدها العدلات ما عدا البيضة اللي مفتوحة لقيتها خطية ناشف الفرخ. وما اعتقد يصير. المهم افتح البيضة. اذا البيضة جواها دافية ارجع لها البيضتين ونقول يا رب يرجعن ان شاء الله. يا رب طلعوا الفرج. فرج بسم الله. يلا 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 حسنة. بس هل دعوه البارحة شنو جاهن شنو السبب خلاهن تسوي هيك؟ بيضة دافية يا ابو سد التصوير لا طيح فيك سر النوم. هي خربانة اصلا. البيضة دافية والحمد لله راجعين محضنين. بس سبحان الله شنو السبب خلاهم من امس العصر لل 12 بالليل ما حضنوا البيض. فزين خليت بيضة حتى يرجعون يحضنون. وهسه رجعت البيضتين بركة الله يرجعون. وهاي اعتقد انه سبحان الله انتهى موضوعها بعد. حتى هم لازق هنا على هاي وناشفه من جوا. فبعد ما اعتقد السريع الله راح تحسنه. الامور طيبه يعني بيضتين صار بركة الله يتحضن عليهم وتكمل. صباح الخير حبايب شلونكم؟ تردون عيون؟ صار تدللون. تردون ماي؟ صار تدللون. استغفر الله يا رب. هم طلعوا اثنينهم. ايه يا اخي لا تطلعون اثنينكم. ايش بيكم؟ ما ادري ايش بيكم اخوان. يوم شني خل التفاح على الماي. هلو هذا يا نازل لك فصعون. واي ولك لك انت روح كذب. يا بي شلون طلعت من الموت انت؟ اسمع هاي طير طير طيران وكذا. سبحان الله. خلي راجع يمه خلي راجع يمه. هسه شيله هذيك هي امه هناك الحمراء حتى يكمل عليه زق. خافت يهنى لان النقبياء يعني ما طلعت لان بطن وحده ما طلعت. يلا يلا خلنا نكمل الماي لا يضرقن بيه وامه كانت شابع من هاي السالفه. حطيتهم الحنطه هاي خليتها الفراج مالته مسخوان. هاي حطه كلها لك فرج كلها الكم. وكم الله اكبر بعد 3 ايام يوما للتفقيس مو 3 ايام.
يعني بشرفك ما يصير تتركون بيضة في هذا الوقت، هسه لو تاركينا بأول أسبوع نرضى لكم نقول بيها مجال، بس مو هسه يعني يومين بالتفقيس تطلعون، ما يصير هيك يعني، الله من فوق ما يرضى تضيعون هذا التعب كله والجهد. ولد صار الوقت المناسب نفحص بيض البنغالي، إذا ما شادين أطلعهم بالمحمية وأجيب مكانهم الشفتيال، أوكي؟ فنشيك وياكم، بسم الله على البيض. خليني افحص وارجع لكم بالكواليس. ما توقعت اخوان 7-8 بيضات 8 مشادات، لذلك دولي بعد يطلعون بالمحميه. اصلا هم زوج ب 15، انا تعبان عليهم على شنو؟ شو محصل منهم يعني؟ شنو نريد اوصل له؟ قلت انا بالبدايه اطلع من عندهم مش كم زوج للتحضين. جاي افكر بيني وبين نفسي اقول انا ليش ما حضنت جواهم صدق؟ ليش ما حضنت جواهم؟ خوش حكي، اكو عندي بيض على وجه تفقيس، خليني احضنه جواهم. بكل الاحوال هذا العشبي حاليا 4 افراخ، وانا محضن جواهم بيضه، وهناك عندهم بيضتين همه، فيصير 3 بيضات عندهم. 3 بيضات ومنها 4 افراخ ما يلحقون عليهم اخوان. خليني اجيب 3 بيضات احضنهن، صارن، انا متاكد من هذا الزوج، هذول هم ما راح يزقون 7 افراخ. فنطلع 3 بيضات ونحطهن جوا البنغالي. بركه الله يزقون يفقس ويزقون. يلا خلينا نجرب وياكم. هاي يا ولد سحبت 3 بيضات، طبعا هاي البيضه اللي حضنتها توها شاده، وذن البيضتين اعتقد الطيور جاهزه للتفقيس، فنخليهم جواهم. اذا ما فقسوا هذول جواهم البيضتين انه هاي توها شاده، ونخليها يعني باعتبار انه هم بيضين. اريد اطلع من علتهم كلش فرد نوم. بقنا 4 افراخ بالعش. يلا خلنا نشوف زوجهن، بس هاي اخر فرصة لكم، بعد احتمال حتى اطلعهم من المحمية شلة. ذول شو وصلوا والله؟ ما شاء الله 2 هن جايبة ايضا. خليني افحص واحدة من البيضات، نفحص اخوان، خلنا نطيهن بعد يومين 3 ايام، خلي نشوف وين يوصلن. ما نفحص هم لا نخرب العيش، انه ما شاء الله بانيات تطير بعد ما شاء الله قدامكم، صحة تمام ورجلية تمام وان شاء الله استرد عافيته. فنخليهن بعد 3 ايام هيك نشوفهن حتى نتأكد من الشاد لو ما شاد. هو احنا نعرف انه اول عيش اللي هنا كان اذا تتذكرون يعني شاد البيض كله ما شاء الله، ما عدا 3 بيضات ما شادن، بس هنا مكان صغير فاعتقد يشد براحته، نعوفه بعدين نرجع عليه. اخوان بالنسبة للشفتيال رجعته وراح نلزمن العش ذاك اللي صاير هناك بالاخير، اذا شايفينه صار بيه 2 افراخ، 2 راس من قبل راحن. هسه رجعنا على هذا الدرج اللي سويته جاثم، تشوفون توالفين وبوس دق بوس، المقيرين مخفتين وعشين ما ملقحة. يلا بركة الله شوية هذا التشويق صار لهم، بس هذا الدرج لو ادري فيه ايش فايده من زمان مسوي، يموتون عليه الطيور كلش يحبونه. اوه ذن المجاثم، اوه الكناري طلعن. وانا اصور قدامي ما منتبه، يا بي الكناري حتى بينهم طلع. شو الزمليهم هسه؟ اوي والله العظيم يعني فد محظوظات بهاي السالفه، ماكو فتح ماكو فتحت لي يوم ما طلعن، ما نسيت انه ما طلع. خلي عوفهم اليوم، خلي عوفهم هدد. شوفوا بينهم، شوفوا بينهم هذا يطلع يطير، وهاي صار ما شاء الله كبر كبر. يا بي الدقة الناقصة الما محسب لها، بس شوفوا لي واضح عندكم البيضة. ترجع طيرة بيضاء، وانا عايف صار لي من الصبح اللي جاي طالعات برا، قلت خليني تونس طيرة راجعة عن بيضة. يلا همزين من اول بيضة اللي حاطت عليها. يلا انا طبوا بينهن وياهن مدربتهن. اختم ياكل مقطع اخوان، شكرا لدعمكم اللي وصل ويانا لهاي المرحلة، جزاكم الله خير جزاء. الناس اللي ما حاط لايك خلي يضغط لايك، وشوفكم مقاطع جديدة ان شاء الله.